اهلا بيكم في ساينس بايتس، انا احمد ابراهيم. الحقيقه في الفيديو ده كنت ناوي اكلمكم على الانكزيوليتكس، البنزودايزيبينز والباربيتيوريتس كده، وبعدين حسيت عيب قوي الصراحه ان انا اخش في المواضيع دي من غير ما بحكيت لكم قصه الليمبك سيستم، فقلت الفيديو ده يبقى على الليمبك سيستم. من هو الليمبك سيستم؟ وايه علاقه الليمبك سيستم بالانكزيوليتكس اللي لسه قايلين عليها، البنزودايزيبينز والحاجات اللي بتقلل التوتر دي؟ ايه الليمبك سيستم؟ ده جزء في المخ مكون من كذا حاجة هنتكلم عليها وليه تدخل بشكل مهم جدا في احساسنا بالمشاعر. تعالوا نمسك كده الاجزاء اللي فيه ونشوف كل واحدة بتعمل ايه بالظبط. اول جزئية معانا حاجة اسمها الثالاموس، ودي عندنا منها اتنين. الثالاموس نقدر نعتبر من ضمن مهماتها الرئيسية انها محطة توزيع الاشارات بتاعت الحواس بتاعتنا. مش فاهم حاجة، هقولك بالراحة. الحواس بتاعتنا زي ايه بالظبط؟ زي النظر وزي اللمس وزي السمع. الثالاموس توصل لها الاشارات دي وتبعتها لمراكز متخصصه في المخ عشان نبتدي نتعرف على الاحساس ده بالظبط. خلي بالكوا انا ما قلتش حاسه الشم من ضمن الحواس، لان يقال ان الاشارات بتاعت حاسه الشم بتروح على مكان تاني غير الثالاموس، قريب اكتر من مراكز الذاكره في المخ. عشان كده ممكن لو شمينا ريحه معينه تاخدنا لذكريات بعيد غير بقيه الحواس. إذن بغض النظر عن حاسة الشم، الثالاموس مهمة جدا علشان الحواس بتاعتنا. طيب في مكان آخر في الليمبك سيستم تقريبا ما عرفوش يسموه، فسموه الهايبوثالاموس، يعني الحاجة اللي تحت الثالاموس. ولكن الحقيقة يا أصدقائي مش معنى إن هم ما طلعولهاش اسم خاص بيها إن هي مش مهمة، لا دي مهمة جدا جدا مع إنها صغيرة. الهايبوثالاموس ليها مهمات كتير، منها تظبيط حاجات اوتوماتيك في جسمنا زي تظبيط التنفس مثلا، وزي افرازات الهرمونات في جسمنا الاندوكراين فانكشنز، برضه مسؤوليه الهايبوثالاموس. بس في مهمه غير روتينيه شويه للهايبوثالاموس، وهي انها مسؤوله عن تشغيل الفايت اور فلايت ريسبونس او الريست اند دايجست، يعني على حسب السيناريو. الفايت اور فلايت ريسبونس ده اللي بيخليك لما تشوف مجموعه كلاب بيهوهوا عليك الساعه 4 الفجر تجري، يعني ما ايه طبيعي، حاجة جوانا بتقول لنا في خطر اتحرك، يا تتخانق يا تجري، يعني اتصرف. ولما توصل العمارة والكلاب تمشي تقول لك خلاص بقى الدنيا ايه تمام. طيب في جزئية مهمة جدا في الليمبك سيستم اسمها اميجدلا. حلاوة الاميجدلا بقى. من ضمن المهمات اللي لقوها متعلقة بالاميجدلا هي انها مسؤولة عن احساسنا بالخوف او القلق، الفير والانكزايتي والانجر والفايلنس، الغضب والعنف. ومنطقي ان احنا نلاقي القلق والخوف والعنف في مركز واحد في المخ. يعني مثلا يعني لو انت بتخاف من الصرصار وشفت صرصار بالصدفه وانت لوحدك في البيت، ما هتعمل ايه؟ ما انت مش هينفع تسيب البيت، فطبيعي ان انت تبقى عايز تموت الصرصار. اذا ربطنا تصرفنا العدواني تجاه الصرصار بخوفنا من الصرصار. بغض النظر عن القصه الجميله دي، اتمنى تكون الرساله وصلت. هقول لكم معلومه على جنب كده توضح لنا شويه قد ايه الليمبك سيستم مبهر. في اجزاء من الليمبك سيستم قابله ان هي تكبر او تصغر على حسب تجربه كل شخص. لقوا ان عند بعض الاشخاص اللي تعرضوا لصدمات قويه جدا في حياتهم، سيفير تروماتيك هيستوري، الاميجدلا بتكبر، فدايما يبقى احساسهم بالقلق والخوف اقوى. وبعض الاشخاص اللي كان عندهم لونج تيرم ديبريشن او اكتئاب على فترات طويله، حته اسمها الهيبوكامبس بتصغر. بتعمل بقى ايه الهيبوكامبس دي؟ ده جزء تاني برضو من الليمبك سيستم مسؤول عن الاحتفاظ بالذكريات، تحويل الشورت تيرم ميموري للونج تيرم ميموري. وعشان كده قلنا ان بعض الاشخاص اللي لقوا عندهم اكتئاب لفترات طويله من حياتها، الحته دي عندهم متاثره شويه، كانهم مش حابين يحتفظوا بحاجه جديده. الخبر الحلو ان سواء الاميجدلا لما تكبر او الهيبوكامبس تصغر، ده او ده قابل ان هو يتعكس ويعالج. طبعا الهيبوكامبس برضو اللي هي مسؤوله عن ان هي تعمل لنا الذكريات الجديده، بتتكلم مع الاميجدلا. ليه؟ حضرتك شفت حاجه خوفتك، الاميجدلا خلتك قلقان وخايف وتمام، الهيبوكامبس احتفظت بصوره الحاجه اللي خوفتك، واحتفظت بانت عملت ايه عشان تتجنب هذا الخطر، والا بقى نفضل كل مره تقلق وتخاف وما ايه. في جزء برضو من الليمبك سيستم موجود في المخ اسمه السيبتم. السيبتم ده بقى لذيذ قوي. شوف الاميجدلا بتعمل ايه، انا هعمل عكسه. بيسايلنس الاميجدلا، والاميجدلا برضه بتسايلنس السبتم. السبتم بتاع ان الحياه حلوه ويلا نبند ونعمل اجتماعيات ونتعرف على الناس و تراست، الثقه. السبتم بيلعب دور مهم جدا 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 في موضوع الثقه ده وموضوع الاجتماعيات ده.
طب ولما هو الاميجدالا بتعمل حاجة والسيبتم بيعمل حاجة، واحنا بقى ايه؟ احنا ايه؟ مين فيهم اللي بيشتغل؟ مين فيهم اللي بيبقى اقوى؟ الحقيقة انه بيبقى على حسب الموقف. يعني لو حضرتك ماشي في شارع ضلمة بالليل ولقيت واحد واقف بمطوة، طبيعي ان مين اللي هيشتغل، الاميجدالا ولا السيبتم؟ مين اللي هيبقى ليه قوة؟ مين اللي هيبقى ليه دوميننس؟ لو السيبتم اللي كان صوته اعلى يبقى حضرتك في مشكلة. يعني رايح تتعرف على الراجل اللي ماسك مطوة؟ يعني بقى سبت كل كوكب الارض خلاص؟ فطبيعي ان احساسك بالخوف والقلق هو اللي بيبقى شغال، فالاميجدالا هي اللي بيبقى صوتها اعلى. في مكان كمان في الليمبيك سيستم اسمه النيوكليوس اكامبنس، ودي ليها دور في احساسنا بالمتعه. الدوبامين اللي بيتفرز عندنا مش بس مسؤول عن احساسنا بالمتعه لما نكسب حاجه احنا كنا عايزينها، لا كمان تحفزنا ان احنا نتحرك علشان نوصل للحاجه اللي احنا كنا عايزينها. يعني النيوكليوس اكامبنس بتحفزنا ان احنا ناخد الطريق اللي هيوصلنا ان احنا نكسب الحاجه اللي تدينا احساس كويس. في بقى حاجه كمان شويه يعتبروها تبع الليمبيك سيستم، وشويه يقولوا ان هي مش تبع الليمبيك سيستم بس مرتبطه بالليمبيك سيستم كده يعني، وهي البري فرونتال كورتكس. وده مكان في المخ بعيد عن الليمبيك سيستم ومسؤول عن حاجات كتير قوي، منها مثلا التحكم في النفس السيلف كنترول، بس ليها مهمه مشوقه قوي ليها علاقه بالمشاعر. لو جبت ابره وشكيت نفسك في هذا الصباع هتحس بألم مش كده؟ إشارات عصبية جريت في جسمك راحت لأماكن معينة قالت لك أنت اتشكيت هنا مش هنا، والحتة دي سببت لك ألم. إذا أنت حددت المكان وفي نفس الوقت حسيت بألم. طيب جابوا حد أنت بتحبه قدامك وقاموا شاكينه، هل في إشارات عصبية جريت عندك أنت عشان تقول لك هو اتشك فين؟ لا، بس حسيت بيه شوية، والجزء اللي نور عشان يقول لك أنت حسيت بغيرك ده كان هو البريفرونتال كورتكس. فلقوا ان ليه دخل في الامباثي او التعاطف او انك تحس بغيرك. ونبقى كده حكينا باختصار خالص قصة حياة الليمبيك سيستم. نتكلم بقى على الانكزيوليتكس والهيبناتكس. اشوفكم الفيديو اللي جاي. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا على لايك وسبسكرايب وعلى زر الجرس الجميل ده عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما يبقى فيه فيديو جديد. سلام.